تيست تيست خيري فخر الدين. فخر الدين سامحني. هكا باش الناس كل تعرف اللي احنا بريسك اليوم اول مره نتقابلوا. البارح اول مره نتقابلوا بالحق. اول مره نتقابلوا به فخري. كيفاش تتصور عايش زمال باش يكون رئيس، وكيفاش تتصور تكون خدمة رئيس الدولة؟ يعني عمليا كل يوم انا ديما نتسائل توا قيس سعيد اش قاعد يعمل من 8 متاع الصباح للخمسة متاع العشية، انا نمشي نخدم هو اش يعمل في نهاره؟ والله هو اش يعمل هذاك معناه علم غيب بالنسبة لنا نحن، فهمتني، معنا حتى اطلاع عليه. لكن مثلا انا في حديثي مع رؤساء ديوان سابقين كانوا مع بن علي او حتى مع المنصف المرزوقي في رئاسة الجمهورية، يعني الروتين متاع رئيس الدولة ينطلق الصباح بنشرية متاع الاستخبارات، يعني سواء كانت العسكرية سواء كانت الأمنية، حال البلاد وضع البلاد. من ثم هو يعني مدير ديواني يرتب له يعني اتصالات وشنية باش يكون مع الأطراف المقابلة سواء كان بلدان خارجية أو وزراء، ويقعد يتابع يعني في الملفات اللي هو يعني حريص أنه يتم إنجازها يعني في وقت أو في حيز زمني يعني ضيق حسب ديدلاين بين ديترميني. هذا العادي وهذا المعمول به. بالنسبة للعياش الزمالة نعرفه شخصيا من 2021 وتربطنا علاقة شخصية وصداقة. نعرف أنه رجل ما يمنش بالفشل، رجل يؤمن أنه التجربة حتى كي تكون فاشلة راه يتعلمك، وتعلمك انه بالتجربة القادمة باش تكون انجح وش تكون انت يعني اوفر حظا باش تكون ناجح. رجل يؤمن كان بالتخطيط، مساره المهني يعني مسار علمي، مدرسة مهندسين ثم يعني مستثمر وعمل عدة مصانع وعدة مؤسسات في قريته في المنصورة اللي هي حاجة صعيبة ياسر، لانه يعني كما تعرف نحن في تونس اغلب الادارات واغلب الانفراستركتور موجوده في العاصمه او في الساحل، وللاسف في الجهات الاخرى يعني نوعا ما بين الظفرين ما عندهاش نفس الحظ المؤسسات باش تنجح في جهات داخليه كما اللي عندها نفس كما المؤسسات اللي موجوده في العاصمه واللي موجوده في مناطق ساحليه، وهذا لانه خدمات الاداريه متوفره اكثر، الميناء عندك، ابرات عندك، انفراستركتور عندك، كل شيء. وبالتالي هو خذيت تشالنج انه باش يحل المؤسسات نتاعو غادي وفي قريته وفي بين أهل وناسه باش يحاول ينمي من القرية متاعه. وأنا حكي لي حكاية، قال لي وقت اللي حليت المصانع متاعي غادي، قال لي المترو تراب كان ب10,000، قال لي بعد 5 سنين ولا 350 دينار وين أنا حنيت المصانع. وأنا باش تفهم إنه كيفاش الاستثمار في منطقة معينة كيفاش ينجم يغير من طبيعة المنطقة هذيك ومن العلاقات المالية في علاقة بالتراب في علاقة بالعقارات في كيفاش وفي علاقة بكل شيء، وكيفاش ينجم يرفع من 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 مستوى العيش متاع منطقة كاملة من خلال استثمار معين في علاقة بمصنع أو اثنين. وبالتالي بالنسبة لي أنا باش يكون شخصية الرئيس اللي عنده رؤية واضحة جدا اقتصاديا، وشخصية الرئيس اللي يعرف كيفاش يتصنعوا الفلوس، خاطر صنعان الفلوس حتى في العالم سي با دوني ا تو الموند، موهبة وذكاء، ومش اللي يجي نجم يصنع الفلوس. وهذاك علاش مش العباد الكل دي زانفستيسور ومش العباد الكل رجال اعمال، خاطر اتر روم دافير صعيبة ماهيش سهلة، تصنع الفلوس وتجيبها وتفك وتنحي الفلوس من عند كونسوماتور قاعد في امريكا هو ما عنده حتى علاقه بتونس، ما يعرفش تونس، وانت تلزه باش يشري البرودوي نتاعك اللي مصنوع في المنصوره وصدرته لامريكا، حاجه ماهيش سهله. وبالتالي هو حسب خبرته المهنيه وحسب مساره المهني عنده تصور كامل ويعرف شين دو فالور كامله في العالم كيفاش، وبالتالي باش يكون رئيس اقتصادي بامتياز، وباش تكون رئيس يعني سياساته الاقتصاديه ناجعه بامتياز، لانه برنامجه تم صياغته من خلال خبراء بطريقه تشاركيه، يؤمن بالكفاءه، يؤمن انه بالعباد معاه لازم تكون احسن منه في مجالات معينه، وبالتالي ما ينجم يكون كان ناجح اقتصاديا. هذا على الجانب الاقتصادي. على الجانب السياسي هو انا رجل توافقي كما اي بزنس مان ورجل اعمال، غالبا رجال الاعمال ما تحبش المشاكل، غالبا رجال الاعمال كي تكون عنده مشكله مع شركه او شخص معين ما يحبش يلتجئ للقضاء،
البريفير يحبذ انه يلقى صلح مع الشخص ذاك ويتفاهموا شكون باش يدفع فلوس الاخر وقداش باش يدفع، واليوم باش يمشي القضاء يضرب قضيه عام وعامين وثلاث سنين. نفس المنطقه ذي عند عايش زمان. عايش زمان ماذا بيه؟ انه هدنه سياسيه، استقرار سياسي، تخلي الحكومه والرئيس يتلهى بالموضوع مواضيع والبرامج الاقتصاديه والاجتماعيه وخلينا نمشيو نقدموا لقدام. وبالتالي حسب تصوري ومعرفتي لعايش زمان شوفوا شخص أبار يعني نشرية بتاع اللي تجي في الصباح من عند الاستعلامات والاستعلامات يعني العسكرية والمخابرات أيضا الأمنية، بخلاف هذا نتصور مش يكون عنده علاقة وطيدة بوزير المالية، بوزير الصناعة، بوزير التجارة، بوزير التكنولوجيا، وبوزير الفلاحة، وبوزير أيضا الطاقة والمناجم، لأنه هو يعتبر أنه لبيليه هذوما هما رفعات الاقتصاد الوطني، وهذوما أكثر حاجات لازم نركزوا عليهم باش نوليهم نصدروا أكثر خدمات وأكثر سلع باش نحقوا نمو اللي نحن حطيناه في البرنامج 4.2. أنتم في البرنامج هذا كل كيفاش باش تعاونوا، وشنو المؤشر اللي تنجموا تقولوا به اللي أنتم نجحتوا في المشروع متاعكم؟ المؤشر هو نحن حطيناهم، يعني إذا في السنة الأولى نحققوا 4.2 نمو فهذا حققنا نجاح. إذا أنه حققنا مثلا 60,000 موطن شغل في السنة الأولى أيضا نجاح. إذا حققنا رفعنا الدخل السنوي للفرد التونسي إلى 6,000 دولار هذا نجاح. فالكيبي آي معناها المؤشرات نحن حطينهم ديجا في الميثاق للتوانسة، معناها موجودين كيفاش نقيموا أنفسنا، وهذه لأول مرة راه تصير. يعني نحن الانتخابات الديمقراطية عرفناها من 2011، والانتخابات التنافسية اللي فيها برامج بين الظفرين عرفناها انطلاقا من 2011، وانت هك يعني ناشط سياسي وتعمل في السياسة حتى من قبل 2011 ما نتصورش كنت تذكر مرشح عطاك مؤشرات في برنامج وقداش بشي يعمل نمو وقداش بشي نقص من البطالة بديشيف الرقم برقام، مش كلام إنشاء وكلام يعني صفصت أو كلام عام مش نعمل باش نحقق نسبة نمو عالية. إيه قداش نسبة نمو عالية وكيفاش؟ نحن اليوم نعرف قداش باش نعمل نسبة نمو وكيفاش باش نعملوها ومنين باش نجيبوا الفلوس. خاطر كي تشوف النقاشات السياسية في بلدان العالم المتقدم كي راهو كيحكيو مع المرشح الرئاسي يقول لهم راه باش نعمل برنامج الفلاني وباش نعمل خط مثلا يربط جودينا بورتوكوا مارسي وباريس، إيه قداش باش تعملوا الخط هذا ومنين باش تجيبهم الفلوس وكيفاش باش تمولوا المشروع هذا؟ نحن في تونس ما كانش عندنا اصلا الخطاب هذا، فاصلا مع حملة العيش الزمان والخطاب والميثاق الاقتصادي والاجتماعي راهو احدث نقلة نوعية في الخطاب السياسي في تونس. راهو كي تشوف انت اليوم المرشحين الاخرين فيهم شكون اصلا ما توجهش بخطاب للتوانس، معناه ولهنا ساعات بيني وبين روحي نقعد نسال هل التوانس يعني مستعدين ونصوتوا لشخص ما عطاهم حتى برنامج ما عطاهم حتى فكره؟ معناتها نطرح السؤال بطريقه معاكسه، هل اليوم تنجم انت تكري دار من غير ما تشوفها؟ تنجم تشري كهرباء من غير ما تشوفها؟ ما تنجمش. هي واحده من المشاكل نتاع الديمقراطيه التمثيليه اللي هو في الاخر الاسامي للعباد اهم من البرامج نتاعها، على خاطر جوستومون الاداره والحكم يطلب برشا مرونه، وهذه حاجه مثلا قيس سعيد اللي لاحظنا اللي ما عندوش، معناها جاب البرنامج نتاعو والناس الكل قالت له اللي راهو برنامجك ما يجيش، ويحب يطبقوا كوت كوت حتى للاخر. انتوما زعما باش يكون عندكم المرونه هذه؟ يعني انت تحب تعمل 4.2 نمو كان تلقى روحك ما تجيش، والا باش تعملها من 4.2 نمو ما نعرفش لازمك تبيع شركات عموميه ولا حاجات ما تجيش. عندكم المرونه باش تبدلوا من البرنامج، باش تحولوا من برنامج، باش تاخذوا افكار من عند احزاب اخرين مكونات سياسيه اخرى باش تقبلوا الافكار الخارجيه؟ جيد، سؤال ممتاز. في نهاية الأمر في تقييمنا لقيس سعيد أنا شخصيا وحتى المرشح العايش الزمال أعتقد يعني تبنى نفس الطرح، لأنه في نهاية الأمر تكويننا كيف تكويننا تكوين عقلاني مرينا بنفس يعني المسار العلمي. أنا في نهاية الأمر ما نقيمش قيس سعيد كشخص، فالمرونة حاجة يعني سوبجكتيف. أنا نقيم أداء السياسي من خلال الأرقام، والأرقام حاجة ما تكذبش. اليوم
البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الأعمار قالك في 2023 عملت 0% نمو مع ارتفاع نسبة التضخم. يعني أنت في حالة اقتصادية بما يسمى بستاغفلاسيون، الاقتصاد يعيش ركود مع التضخم ماشي ويطلع. فهذا المؤشرات هذه هي أبرز دليل على يعني أنه قد تعطي يعني أيضا يعني للتونسيين والتونسيات يعني كيفاش يقيموا البرنامج أو الإصلاحات اللي قام به. هذا من جانب. من جانب آخر، نحن كي في تكويننا وفي أيضا وفي فكرنا وفي طرحنا السياسي نمنوا بحاجة، أنه أولا نحطوا هدف، ثانيا الهدف هذاك كيفاش باش نوصلوا له، وثالثا إذا في وسط الطريق لقيت أنا الثنية هذيك ما توصلش فالمنطق يفرض علي أنه نغير. وبالتالي ما عندي حتى أدنى مشكلة أنه إذا حزب سياسي عنده فكرة باش توصلني أنا نحقق الهدف متاعي نعمل 4.2 فيا حبذا ناخذها من عنده. نعطيك مثال آخر نبسطه للتوانسة، أنا مغروم بالكورة ونتابع الكورة، ما فماش انترونور مدرب ما يهبطش جوار باش يربحوا طرح. نحن نخمو بنفس المنطق، ما فماش رجل سياسي عنده من الحكمة والمرونة وانه يقدر انه مصلحة البلاد هي اولى وهي الاهم ما ياخذش اي فكرة حتى من عند اي مواطن تونسي مش منتمي لاي حزب قادر تنشحه. وبالتالي نحن الاوبجكتيف متاعنا انه ننشحوا برنامج سليم عمام، وننشحوا برنامج صاحبي بمفرج بزيد الزيادي، ماهيش مشكلة. من بعد في نهاية الأمر التاريخ باش يقيد لي نحن نجحنا، والتاريخ باش يقيد لي نحن حققنا الاوبجكتيف متاعنا وحققنا 4.2 نسبة نمو.